очень счастлива. Я очень переживаю. Вы просто не знаете, что, сколько чего нам там пришлось пережить и какой это страх. Страх вот безысходности. Вы понимаете, загнали просто в клетку и не дают шанса спасти. أهلا بكم والسلام عليكم، تحياتي لكم. اليوم أخبار مفرحة من أزوفستال، معانا 10 فيديوهات من 4 دول عربية وأهمها الجزائر وتونس والمغرب والسعودية والسودان، وأخبار جميلة جدا. عندنا 10 فيديوهات عبارة عن فسيفساء تنقل لك كل الأخبار في أوكرانيا وفي الدول العربية. نبدأ بأخبار أوكرانيا. أحد قادة أزوف يناشد أردوغان، بيقول له إحنا بنفوضك زي ما أنتم شايفين، بنفوضك للمحادثات مع روسيا عشان تتكلم باسمنا. ويبدو إنه داخل مصنع أزوف يعني كثير من الجنود يعني الأتراك، زي ما إحنا شايفين بيقول له إحنا بنفوضك إنك أنت تصنع مفاوضات مع الرئيس بوتين. ومعروف إن روسيا بتعمل الخميس والجمعة والسبت من الساعة 8 صباحا للساعة 6 مساء، بيحصل يعني عدم إطلاق النار وخروج المدنيين. هنقول لكم برضو أخبار مفرحة زي ما شايفين الفيديو، يعني هيحصل خروج للمدنيين وكده. وبعد الساعات ما تنتهي بيشتغل القصف على مصنع دوف ستاب، يعني عايز أقول لهم مش بنهزر، اللي عايز يطلع يتفضل. بنخلي من الساعة 8 للساعة 6 10 ساعات وقف إطلاق النار كل يوم الخميس والجمعة والسبت. طبعا احنا بنجيب اخبار من روسيا ومن اوكرانيا، يعني مش بنجيب اخبار من روسيا بس، لا احنا بنجيب ايضا من اوكرانيا. حصل حريق هائل في سوق فلاديكان في روسيا، زي ما انتم شايفين حريق هائل في احد الاسواق المكتظه بالبضاعه يعني الناس وكده في روسيا، منطقه اسمها فلاديكان. اذا احنا بنجيب اهو اخبار اوكرانيا، واوكرانيا احرقت مستودع للبترول في منطقة دوناباس زي ما انتم شايفين حرائق يعني، ودي يعني الرأي والرأي الآخر. احنا مش ضد حد، احنا قناة محايدة بنظهر ما يخفيه الآخرون. خبر برضه استسلام جنود أوكرانيين يعتقد انهم من أزوف، زي ما انتم شايفين كده البعض استسلم من الجنود الأوكرانيين وفضل الحياة عن الموت. وزي ما انتم شايفين الفيديو اهو، الصور لا تكذب ولا تتجمل. وأيضا خبر مفرح بالنسبة للمدنيين، نشرت يعني بعض القنوات المهمة في روسيا وغير روسيا أن خروج 500 مدني من أزوف ستال، يعني أزوف ستايل ستال آسف. فإذا الخروج المدنيين ده بيشكل يعني حاجة كويسة جدا. الغريب في الموضوع إن طلع أحد قادة أزوف بيقول لهم ان خروج المدنيين مقابل الغذاء والدواء، احنا مش هنخرج المدنيين الا لما تدونا غذاء ودواء. هل هتستجيب روسيا لهذا الكلام؟ الله اعلم. هل هتديهم غذاء ودواء؟ الله اعلم. لكن هو بيقول ان عندنا جرحى وعندنا يعني كده، فمش هنسيب المدنيين يخرجوا الا لما تدونا غذاء ودواء. وكمان حدد يعني حدد التسعيرة، قال لك كل 15 مدني بطن غذاء. يا تسعيرة يعني على عينك يا تاكا. فإذا زي ما انتم شايفين في جنود، من بعض جنود استسلموا، البعض يقول من أزوف والبعض يقول جنود أوكرانيين، إلى الآن لم يتأكد. لكن المتأكد فعلا إن هذه الجنود استسلموا للقوات الأوكرانية. أيضا فيه بعد ساعات الحظر بيحصل إن الجنود تخرج، وهنشوف دلوقتي شهادة أحد الناجين من مصنع أزوفستال، هنشوفها هتقول إيه. بتتكلم عن ما حدث في أزوفستال، وبتتكلم بتقول لك يعني زي ما أنتم سامعين، أسكت أنا يعني ولا هي بتقول إيه؟ بتقول إن يعني كانوا ما بيسمحوا لناش بالخروج، ولما بيحصل يعني عملية وقف إطلاق النار ما بيقولولناش وكده. وكان يعني مش زي ما انتوا شايفين بالترجمة اهي، وانتوا شايفين صوت وصورة. طيب زي ما قلنا كذا فيديو انتوا شفتوهم، هنشوف فيديو اقتحام ازوفستال. في فيديو يعني زي ما احنا عارفين ان ساعات الحاضر من الساعة 6 صباحا او 8 صباحا للساعة 6 مساء 10 ساعات يتم فيهم وقف اطلاق النار.
وبعد ذلك يتم اقتحام أزوفستال وقصفه ب يعني بأسلحة مختلفة. أعتقد إن روسيا بتهوش، مش عايزة تقتلهم، لا عايزة تقتل المدنيين ولا عايزة تقتل الجنود، هي عايزة الجنود أحياء وعايزة المدنيين يخرجوا بالسلامة لكي لا يعني توسخ أيديهم بقتل يعني ناس عزل، أطفال ونساء. وشفنا قبل كده إن الرئيس بوتين عمل كذا مرة ممر آمن عشان تخرج القوات المدنية. طيب السودان، حاجة غريبة حصلت في السودان، مظاهرات في السودان مؤيدة لروسيا. ايه مظاهرات في السودان مؤيدة لروسيا، في بعض السودانيين يعني بيقول لهم عشان مش حكاية كفاية مشاكلنا، يعني انتوا بتأيدوا روسيا ليه وكده، والبعض مؤيد والبعض معارض، لكن الحقيقة ان خرجت مظاهرات في السودان ترفع الاعلام السودانية والاعلام الروسية كما ترون امامكم. احنا بنجيب لكم كل حاجة صوت وصورة. ايضا مقتل القناصة الفرنسية التي شاركت في حرب العراق 2003، ويقال انها كانت تغني. على فكرة الاغنية عندي بس انا مش عايز انشر يعني اغاني وكده. جايبين اغنية، انا اوصف لكم الوصف بالضبط، جايبين اغنية والمكان مظلم جدا وهي بتغني معاها اتنين او ثلاثة وبيغنوا لاوكرانيا، لكن اعلنت القوات الروسية مقتل هذه القناصة التي تذهب الى كل الحروب، هي قناصة فرنسية كما ترون امامكم هذه صورتها. ايضا روسيا بترسل مساعدات للشعب الاوكراني في دوناباس، لوغانسك ودوناتسك، لكن ما حدش بيجيب سيرة هذه المساعدات، وكأن يعني هو الموضوع قتله خلاص. لكن زي ما انتم شايفين القوات الروسية توزع مساعدات على المواطنين في لوغانسك ودوناتسك بسبب يعني نقص المواد الغذائية بسبب الحروب. خبر من العراق، العراق يستيقظ على غطاء برتقالي. زي ما انتم شايفين الغبار والرمال الصفراء، والبعض من العراقيين دخل المستشفيات، الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز التنفسي ذهبوا الى المستشفيات من اجل يعني رمال كثيفة في الجو وغبار كثيف في الجو، والمفروض اي حد عنده امراض في الجهاز التنفسي ما يطلعش من البيت في هذه يعني العواصف الرملية. اتمنى للعراقيين كل الخير، العراقيين في القلب هنا ناس حبايبنا، هم والجزائريين والتونسيين والسعوديين وكل العرب والامارات وكلهم. اذا نتمنى ان تهدى العواصف الترابية في العراق. في خبر ايضا من العراق، يعني خبر مش حلو قوي، ان منسوب مياه نهر دجلة، اديكم شايفين الفيديو قدامكم، منسوب مياه نهر دجلة، واحد ماشي برجليه في المياه في نهر دجلة وفي مكان يعني معروف في العراق، فيعني زي ما انتم شايفين المياه، والبعض الخبراء بيقول لك ان نهر دجلة سيجف نهائيا اذا استمر على هذا الوضع في مدة في غضون 20 عام. ايه سبب جفاف نهر دجلة؟ تركيا عملت سدود على نهر دجلة وهذا سبب جفافه، ونتمنى ان الوطن العربي كله يقف مع العراق علشان المياه تعود وتتفتح السدود دي وتعود المياه الى نهر دجلة. انا شفت نهر دجلة كان ملقان الى اخره وتمشي فيه السفن وكده، دلوقتي راجل ماشي برجليه. على فكرة نهر دجلة مذكور في الكتب السماوية في التوراة وفي الكتب السماوية نهر، يعني نهر من بداية الكون، ازاي النهر ده يجف وازاي يعني مش عارف. طيب صحيفة فرنسية بتقول لك ان فرنسا تعتزم مراجعة اتفاقيات نقل وإقامة الأشخاص مع الجزائر. السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر اسمه كافييه ديرانكور قال ان بلاده تدرس مراجعة اتفاقيات 1968 بشأن تنقل وإقامة الأشخاص الموقعة بين الجزائر وباريس. وبحسب صحيفة النهار المصدر اهو، جاء ذلك في تصريحات السفير الفرنسي السابق، وإن في تفاوض مع حركة وتوطين الجزائريين. بيقول لك إن كانت الاتفاقية دي اتعملت في وقت كانت فيه الجزائر تريد جلب العمالة الأجنبية إلى فرنسا، فرنسا قصدي تريد جلب العمالة الأجنبية إلى فرنسا. ودلوقتي بيقول لك الوضع اتغير، ويقول لك كل مرة بنحاول نغير الاتفاقية بيفشل التغيير. يعني خبر مفرح من تونس، بيقول لك تونس تشتري
175,000 طن من القمح والشعير في مناقصة عالمية. تونس بتأمن الأمن الغذائي لشعبها، واشترت يعني كل كذا ناقلة، كل ناقلة 25,000 طن، واشترت شعير واشترت قمح للشعب التونسي الشقيق. آخر خبر من السعودية، السعودية ترفع سعر الفائدة 1% نتيجة رفع سعر الدولار، فائدة على الدولار 0.5%. فهنا كل دولة عايزة ترفع سعر الفائدة عشان تحتفظ بالعملة بتاعتها، الناس ما تبيعش العملة وتشتري الدولار وينقص قيمة العملة في كل الدول المرتبطة بالدولار. إذا عايز أقول لكم أنا بغلط في البتاع، أنا تلقائي بقول اللي في قلبي واللي في نفسي، وأنا مش مذيع ولا مذيع ولا مطرب ولا حاجة، أنا بنقل لكم الأخبار اللي هي إيه اللي مخفية عن الأعين ومخفية عن يعني ما حدش بيقولها. بتعب كثير جدا في هذا الفيديو، يعني الفيديو بياخد معايا بتاع 5 6 7 8 9 ساعات، يعني كل دقيقة في الفيديو بتساوي ساعة مجهود لكي يصل إليكم بهذه الطريقة. وأتمنى لكم كل الخير، وأتمنى أني أوصل الرأي والرأي الآخر وما يخفيه الآخرون. تحياتي لكم، واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، محدثكم ظريف الأديب.